كتب الفراعنة على جدار أول مكتبة أنشأوها هذه العبارة: هذا غذاء النفوس وطب العقول. فالقراءة بلا شك هي غذاء للعقل، كما الطعام غذاء للجسد. فهل يستطيع الإنسان أن يكمل حياته دون طعام؟ حين ننظر إلى المهرجانات والمعارض الثقافية نتفائل بعض الشيء، لكن بمجرد إلقاء نظرة سريعة على نسب القراءة في العالم العربي يرحل هذا التفاؤل مخلفاً خيبة أمل كبيرة. ففي العراق تدهورت أوضاع القراءة والكتب، حيث كانت للأوضاع الأمنية والاقتصادية الرديئة والاستغلال السيء للإنترنت الأثر الأكبر لهذا التدهور. قديماً كانت ثقافة القراءة منتشرة بشكل ملحوظ للغاية، البالغون يقرؤون الصحف والمجلات العلمية، الشباب تهمهم الروايات والكتب المتخصصة، والأطفال لهم وقتهم في قراءة القصص ومجلات الأطفال. أما الآن فالجميع على هواتفهم، الصغار والكبار والشيوخ، فالكل يقضي ساعات وساعات في تصفح التفاهة والسخافة. وصرنا نلحظ وجود الآلاف ممن لم يقرأوا كتاباً واحداً خارج الخطط الدراسية، بل بعضهم يستغرب من وجود من لا يزال يقرأ، كأن القراءة عادة جار عليها الزمن ونفاها إلى ملاذها الأخير، إلى مكتبة مغبرة لا يزورها إلا القليل من الأشخاص. كي نستطيع بناء وطن أفضل وأقوى مما كان عليه، علينا أن نبيد الأمية المعرفية، فهي العدو اللدود للثقافة والقراءة والتقدم، وإنه واجب على كل فرد في المجتمع أن يحارب فكرياً حتى يستطيع إنتاج جيل لا تكسوه المظاهر الخداعة، وتغذية الدماغ هي أفضل طريقة للإصلاح. فهل أنت معنا؟